أعزائي طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية، بسم الله نبدأ مع مادة المدخل في علم الإحصاء الطبي. علم الإحصاء وهو علم قديم، إذ ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى، حيث كانت الملوك آنذاك تأمر وزراءها بجباية الضرائب وحسابها، كما كانت أيضا تستخدم لجمع المعلومات عن الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم في تلك الأيام. أصل كلمة الإحصاء statistics مشتقة من اللاتينية status، وقد عرفه باندينغتون بأنه علم التقديرات والاحتمالات. أما الشهير روفيت فقد عرفه بأنه العلم الذي يختص بجمع وتصنيف وتبويب الحقائق العددية كأسس لتفسير ووصف ومقارنة الظواهر المختلفة، بينما وصفه كاوند براستينغ بأنه العلم الذي يختص بجمع وتحليل وتفسير المعطيات الكمية أي العددية. وخلص الخبراء بتعريفه بأنه الطريقة العلمية التي تخص جميع المعطيات والحقائق والذي يسهل عملية تحليلها وتفسيرها، ومن ثم استخلاص النتائج وتأويلها واتخاذ القرار على ضوء ذلك. كل هذا يجعله ذو أهمية تطبيقية واسعة في شتى المجالات، الطب والعلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية.